السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم فيديو جديد عن طريقة حل مشكلة لعبة ايد بول بول الاصدار الجديد 5.10. الاصدار ده مش بيشتغل على الجيم لوب، دايما بيجيب كراش كراش وبيطلع من اللعبة. اول حاجة هنعملها هندخل على اي تطبيق ايا يكن، فيس، تويتر، اي حاجة. هنطلع من التطبيق اللي دخلناه ونضغط F9. تمام، ندخل settings، ندخل على apps يدبول uninstall، ونمسح النسخة اللي عندنا ايا كانت هي ايه النسخة هنمسحها. تمام، اتمسحت. بعدين هنيجي عند النسخة دي، نضغط كليكتين، طبعا نستنى شوية تثبتت. هنعمل كنسل وندخل، فلنفترض لوي از جيست. زي ما احنا شايفين النسخة شغالة ومفيهاش أي أخطاء، ولا بتقفل ولا يعني. أنا جربت النسخة الأصلية مكانتش بتشتغل. شوف الإصدار 5.10. ما علينا، المهم النسخة شغالة زي ما احنا شايفين. نتأكد تاني، اصدار 5.10، 5.10 متقفلش والدنيا تمام. طبعا دلوقتي هقول لكم طريقة التحميل في اللينك ده. اللينك ده تضغط داونلود، بس انت مجرد ما تضغط داونلود بتتحمل عندك على طول في جوجل، او لو انت عندك برنامج اوميجا بتتحمل على برنامج اوميجا نفسه. تمام، وفي نفس الوقت هسيب لكم كل حاجة في سيرفر الديسكورد، يعني هنزل التطبيق نفسه على سيرفر الديسكورد، واي حاجة تحتاجوها او مساعدة هتلاقوها في الديسكورد ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا، وفي مسابقة ان شاء الله على حساب مليار، او هو تحويل مليار على حسابك. والشروط عبارة عن انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتيجي الديسكورد، بس دي كل الشروط المطلوبة، اشتراك وتفعيل جرس وتيجي الديسكورد بس. وان شاء الله يكون في مسابقات اكتر من كده وحسابات اكتر من كده، بس للأسف الوقت مش سامح ان احنا نعمل حاجة زي كده. مع السلامة.